يا صبر أيوب، دي عبارة متكررة ممكن تسمعها وسط الناس في نقاشاتهم وجدالهم اليومي، عبارة متغلغلة في الوعي الجمعي بشكل كبير ومؤثرة فيه جدا. والسبب في ده هو أن قصة سيدنا أيوب عليه السلام قصة مثالية لشرح معنى الصبر واحتساب الأمور الصعبة عند الله، وهي واحدة من أكثر القصص تأثيرا على الإطلاق. والمرة دي أنا جاي أحكيها لك عشان نقدر نحيي الصبر وسطنا. بس قبل ما نكمل، ما تنساش الاشتراك في القناة ولايك للفيديو عشان يوصلك كل جديد. سيدنا أيوب اللي هو حفيد سيدنا إسحاق كان عايش في سوريا، رجل ثري جدا ويمتلك مجموعة ضخمة من الأراضي في مدينة حوران بمنطقة البثينية قرب هضبة الجولان بسوريا حاليا، وكان دائم ومواظب على الأعمال الخيرية، ومحدش في مدينته كان مقطوع عنه الخير بسببه. ولما بلغ سن الزواج وكان بمصر للتجارة، قابل ليا حفيدة النبي يوسف، وطبعا جدها سيدنا يوسف، فكانت ليا من أجمل البنات اللي ممكن عينك تشوفها. فتاة جميلة جدا، شعرها الذهبي كان بيلمع ويبان قدامه الذهب فضة من شدة تماثل لونه، ومن طوله الفريد كانت بتحسدها عليه كل فتيات المدينة. وبعد ما تزوجها رجع لحوران وعاشوا فيها سوا. سيدنا أيوب كان يمتلك من الأرض في حوران مساحات ضخمة وشاسعة عينك ما تجيبش آخرها، وكان بيتمتع بثراء فاحش، يمتلك من الأنعام عدد مهول، وبشكل دوري كان بيطعم أهل مدينته بتصدقه وكرمه، وكان مؤمن بالله جدا وبيدعو أهل حوران للإيمان والتوحيد. ولكنه كان لسه ما بقاش نبي مرسل من السماء، لكنه كان دائم الشكر لله تعالى والحمد على فضله اللي ربنا من عليه بيه. ومعداش وقت كتير قبل ما تنجب ليا أولاد كتير جدا، فربنا رزقه بسبع أولاد وسبع بنات. حياة هادية جدا، بالنهار يشرف هو وأولاده على المصالح ويقيمون الأعمال ويوزعون الخير على الناس، وليلا يتضرع أيوب في محرابه شكرا وحمدا لله. الناس في حوران شافوا نمط حياة أيوب وإيمانه المطلق بالله، فاعتقدوا أن سبب الكرم والثراء اللي هو فيه ده لشدة إيمانه وتعلقه بالله، فبعثوا الله نبيا لقومه بعمر الأربعين، وبدأ يدعو الناس ويفهمهم أن مش شرط العبادة تكون مرتبطة بالرزق الوفير، وأن الإنسان يعبد الله تعالى لأنه حق عليه مش اختيار ومش لسبب مادي معين. لكن أهل حوران دخلوا في دين الله ظنا منهم أن ده هيكون سبيلهم لامتلاك ثروة ضخمة زي أيوب عليه السلام، وفجأة الحدوتة المبهجة دي هتتحول لأنها تكون واحدة من أكثر القصص المأساوية في التاريخ. وكان في يوم من الأيام كان إبليس في السماء السبعة، فقيل له: أقدرت على عبد الله أيوب في شيء؟ فرد إبليس: كيف لي أن أقدر عليه في شيء وقد كرمه الله بالمال الوفير والخير الكثير؟ فلو ابتلاه الله بغير ذلك لاستحال عن طاعة الله وسهلت علي إغواؤه. وهنا ابتدت الأحداث تاخد منحنى جديد. خد بالك دلوقتي من أطراف القصة. أولاً، أيوب اللي كان بيتعبد لله عبادة المحبين، هو مش عايز من الدنيا حاجة، فهو وصل لأقصى حد ممكن من الخير في الأرض. ثانياً، ليا بنت الحسب والنسب واللي عايشة حياة هادية منذ نعومة أظافرها، وحتى بعد زواجها من النبي وهي عايشة حياة مدللة في خير كتير، يعني تحولت من بنت مدللة في كنف والدها لفتاة مدللة في كنف زوجها الثري جدا. ناهيك طبعا عن جمالها الأخاذ كونها من نسل يوسف عليه السلام. ثالثا، شعب الشام اللي شايف ان نظير عبادة أيوب لربه الواحد هي جوائز مادية عينية من حدائق وأنعام لم يرى لها مثيلا من قبل، فبدأوا يعملوا زيه ويؤمنوا بالخالق ويخلصوا في عبادتهم لله تعالى، طبعا عشان يوصلهم الخير الدنيوي زي أيوب بالظبط. رابعا، عندنا إبليس واللي فشل في غواية أيوب بكل الطرق، وأعتقد أن سبب فشله بيكمن في مدى صلاح ملك أيوب ذاته مش في صلاح قلبه وفطرته. ليا زوجة النبي كانت معتادة على أنها تقيم مأدبة كبيرة في منزل واحد من الأولاد كل شهر، وفي المأدبة دي كان بيجتمع كل الأولاد مع أسرهم قدام النبي أيوب وزوجته ليا عشان يتسامروا ويتفقدوا أحوالهم. وفي نهاية كل مأدبة كان بيتم التضحية بالأنعام لصالح الفقراء، ويتبرع كل أفراد الأسرة الكريمة دي بالمال لمساعدة المحتاجين. فنزل إبليس من السماء بخطة ذكية، بدأ يوسوس للناس ويقول لهم إن أيوب يعبد الله لأنه أعطاه كل هذا الخير والفضل، وإنه لو كان فقير لما سجد لله وما دعاكم لعبادته، فإنتم بعبادتكم لإله أيوب تزيدونه ثراء، بينما تزيدون أنتم فقرا ولا أمل في إصلاح ذلك من خلال الإيمان.
فانتشر وسط القوم الجحود فأنكروا فضل أيوب عليهم. ومش بس كده، دول بقوا بيتكلموا عنه وعن أسرته بأبشع الألفاظ والأخبار متناسيين فضله عليهم، وربطوا الخير الوفير مش بعبادة ربنا، لا كمان بدعوة أيوب ليهم بالعبادة. النبي أيوب عليه السلام وليا زوجته كان من طبعهم الصبر والحلم والسكينة، فكانوا بيصبروا على كل اللي بيسمعوه من أبشع الأوصاف لحد ما كان اليوم اللي غير كل حاجة. وسيدنا أيوب قاعد في محرابه بيتعبد لله تعالى، دخل عليه واحد من خادميه مفزوع وبيصرخ وبيقول: يا أيوب يا نبي الله، هاجمنا اللصوص فقتلوا منا الكثير وسرقوا الماشية كلها من الحظيرة، ونحن الآن لا نملك شيء من الأنعام. وبكل يقين وثقة رد سيدنا أيوب عليه وقال: إنا لله وإنا إليه راجعون. تاني يوم نزلت صعقة من السماء حرقت الأرض بالمحاصيل اللي فيها، فجري عليه الخدم يصرخوا وينادوا ويقولوا: يا أيوب حرقت الأرض بمحاصيلها ولم نعد نملك من المحاصيل شيئا. فرد أيوب عليه السلام تاني نفس الرد: إنا لله وإنا إليه راجعون. وزي ما انت عارف ان المصائب لا تأتي فرادة، اليوم الثالث وكان ميعاد اللقاء الشهري لأولاده في منزل واحد منهم، اتجمعوا فعلا واستنوا أبوهم وأمهم واللي كان بيتحضروا عشان يروحوا ليهم، وفجأة يسقط سقف البيت فوق رؤوس الأولاد كلهم فيقتلهم عن بكرة أبيهم ال 14 ابن وأولادهم. ولما وصل سيدنا أيوب وزوجته ليا للمكان شافوا المنظر والدمار اللي حصل والموت اللي طال أولادهم، فبكى النبي وزوجته بكاء حارا وقال: إنا لله وإنا إليه راجعون. مرة واحدة فقد أعز ما يملك، لكن سيدنا أيوب رجع بيته ودخل محرابه وقفل على نفسه وبدأ يصلي لله تعالى ويحمده. فطلبت منه زوجته أنه يدعو لله تعالى أنه يفك عنهم الكرب، لكن سيدنا أيوب رفض وقال أنه يستحي يطلب من ربنا شيء زي ده، وأنه يحمد الله على كل الخير اللي هو فيه وكل ابتلاء اتحط فيه. بس خلينا أقولك أن البلاء اللي وقع فيه سيدنا أيوب وزوجته كان عظيم ومرعب لأقصى حد. شعور أنك مهدد يوم عن التاني بعد ما شفت بعينك اللي حصل ده كله شعور مفزع. وهنا تحرك الشيطان إبليس عشان يوصل للنبي أيوب ويقوله: ماذا فعلت يا أيوب كي تنال كل هذه المصائب جمعاء؟ لكن النبي أيوب يستعيذ بالله فيهرب إبليس من قدامه، وده كان بيطمن أيوب جدا لأنه مدرك أنه على الحق فيشكر الله. وليا كانت بتساعده واقفة جنبه على الرغم من اللي حصل معاها هي كمان بعد فقدان أولادها. وبعد أيام بسيطة كده بدأ يظهر على جسد النبي أيوب أعراض جلدية مع الوقت، وبدأت تنتشر في جسمه بالكامل فتملكت منه وبقى جسمه كله مصاب بيها. جسده بالكامل كان واقع تحت تأثير المرض الجلدي ده اللي تسبب في أنه حتى مش قادر يتحرك من مكانه، ومفيش شيء سليم في جسمه غير قلبه ولسانه. المرض ده كان عبارة عن إيه؟ العلماء مختلفين، فيقولك الجدري أو مرض يشبهه، ولكنه كان بيتسبب فيما يشبه بإذابة الطبقة الجلدية البشرية مما يجعل الجسم غير قادر على الحركة. ساعات البلاء مش بيكون في المال والذرية والصحة وبس، لأ كمان في الأصدقاء. الناس كلها بعدت عن النبي أيوب ما عدا ثلاثة، زوجته ليا واتنين من أصدقائه واللي في يوم كانوا عنده مجتمعين بيه، ولما خلصوا وقفوا برا شوية يتكلموا، فواحد منهم قال للتاني: لابد وأن أيوبا قد صنع شيئا سيئا عظيما استحق من أجله ما يحدث له. ووقعت هذه الكلمات في نفس النبي أيوب فأحزنته بشدة، ومن مكان ما هو نايم رائد مريض قال: اللهم أنت تعلم إني لم يكن لي قميصان وواحد ما أعلم بأمره قد بات عريانا، اللهم إن كنت تعلم إني لم أبت ليلة شبعانا وأنا أعلم مكان جائع. فافتقد الأصدقاء والناس جميعا ولم يتبقى بجانبه سوى ليا. ليا فضلت صابرة محتسبة عند ربنا أجرها، يمكن هي في بلاء شديد ففقدت أولادها، ومش بس كده، ده كمان شعور إنها لوحدها وسط كل اللي بيحصل ده، وحتى إن سيدنا أيوب ما بقاش قادر يساعدها ومحتاج حد جنبه يخدمه في عز مرضه. تعال نشوف إزاي هتتحول ليا من الفتاة المدللة اللي بقت سيدة القصور لسيدة بتساعد زوجها وتخدمه وتقف في وش كل البلاءات دي. أهل حوران بالشام اجتمعوا كده في يوم وقرروا إن أيوب لازم يغادر المدينة دي، عسى إن مرضه ده ممكن يكون معدي ولا حاجة فيضرهم. وفي يوم اتجمعوا عند بيت ليا وأيوب وفضلوا ينادوا في ثورة عارمة بضرورة خروجهم من المدينة. فخرجت ليا غاضبة وواجهتهم ووقفت قدامهم وقالت: إن هذا بلاء من الله،
وأن الأنبياء والمرسلين كما أيوب هم أكثر الناس تعرضاً للبلاء، وهم في الغالب ما يخضعون لاختبارات لا يخضع لها العامة، ولكن بلا فائدة. زادت ثورة الناس للأسف، لأنهم بعد وسوسة إبليس منطقهم لفهم ملك أيوب اختلف تماماً، وما بقوش يصدقوا كلام سيدنا أيوب نهائي، وشافوا أنه كان بيستخدمهم للعبادة والتصديق بالإله الواحد عشان مصلحته الشخصية. لحد ما في يوم انفجرت الثورة ضد أيوب، ودخلوا بيته واقتحموه وأخرجوه منه وألقوه برا المدينة، لأنهم شكوا أن المرض اللي عنده معدي كمان. ولك أن تتخيل إيه اللي حاسس بيه دلوقتي سيدنا أيوب. ظلم من الناس حواليه، واتكشفت وشوشهم قدامه بعد ما كان سيدهم واللي بيطعمهم دلوقتي بقى عدوهم لمجرد أنه فقد ملكه. تيه شديد، لأنه فجأة لقى نفسه شخص جديد غير الشخص اللي عاش معاه سنين طويلة. ده ممكن يكون تخيلك عن شعور سيدنا أيوب، ولكنه بكل بساطة صبر واحتسب. وعشان الزوجة الصالحة حاجة أساسية تدور عليها، ليا كانت من أصلح وأجمل نساء الأرض، فقررت إنها تكمل خدمة زوجها ورعايته حتى ولو إقامته هتكون في مكان مزري خارج أسوار المدينة. فكانت بتطعمه وتسقيه وترعاه في مرضه، بس للأسف تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن. الأكل والشرب والمال اللي كانوا معاها خلصوا عشان تسيب سيدنا أيوب وتدخل المدينة تدور على شغل في البيوت. أيوة، طلبت إنها تشتغل خادمة في البيوت، بس أهل المدينة رفضوا لأنهم خافوا إنها تكون مصابة بمرض أيوب، لحد ما وافق واحد منهم فاشتغلت عنده في مقابل الأكل والشرب اللي تقدمه لزوجها. لحد ما في يوم من الأيام قرر رب البيت اللي بتعمل فيه طردها، لأن زوجته بتغير منها ومش طايقاها في البيت. فرجعت لسيدنا أيوب ومش معاها غذاء لليوم، فقررت وهي قاعدة لوحدها تبكي بكاء شديد إنها هتفرط في شعرها. بقت تبيع شعرها خصلة خصلة مقابل الطعام، وتغطي رأسها بغطاء عن زوجها طبعا عشان ما يشوفش إنها بتفرط في شعرها مقابل الطعام. فكانت بتقص شعرها الجميل والطويل وتبيع ضفائره لأهل حوران. وسيدنا أيوب بقى كان صابر محتسب، مش قادر يطلب من ربنا النجاة من البلاء، ومحرج على الرغم من كل الأسى ده، ولكنه كان شايف أن الصبر والحلم والسكينة هما السبيل الوحيد أمام بلاء ربنا عليه. لحد ما في يوم شاف رأس ليا وقد صارت صلعاء ومش قادرة تجيب له الطعام، فبكى. النبي بكى على حال زوجته وقال: ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. بص بقى الحياء من الطلب والنداء على الله. بعد كل اللي شافه النبي ده بيقول مسني الضر، يعني حتى ما قالش أصابني أو لمسني. ويقال إن البلاء ده امتد لثمانية عشر عاما، ويقال قرب العشرين عاما، ويقال بضع سنين. بسم الله الرحمن الرحيم. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر، وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. المهم عشان ما طولش عليك أكتر من كده، سيدنا أيوب بعد ما قال مسني الضر، فجأة ظهر من السماء ملاكا يهبط إلى النبي يقول له: نعم العبد أنت يا أيوب، إن الله يقرئك السلام، لقد أجيب دعوتك وإن الله يعطيك أجر الصابرين. فاضرب برجلك الأرض يا أيوب، واغتسل في النبع البارد واشرب منه تبرأ بإذن الله. معنى الكلام يعني قوم واغتسل في النبع البارد هيتم شفاؤك. وفعلا راح للنبع القريب منه، وساعدته زوجته في النهوض من مكانه بعد ما يبدو وكأن جلده ذاب تماما وتحلل من المرض. فاغتسل منه وفورا ولا كأن في حاجة طول الفترة اللي فاتت، ورجع سيدنا أيوب لحالته الطبيعية اللي كان عليها قبل المرض. معجزة حقيقية بتحصل جزاء للصبر واليقين بالاستجابة، جزاء للصدق الخالص والإخلاص التام. فأمر أيوب زوجته إنها تعمل زي ما هو عمل، فاغتسلت هي كمان في النبع البارد، فاستعادت شعرها وجمالها كأن شيئا لم يكن. ليا اللي صبرت طول الفترة اللي فاتت على البلاء، يمكن بلاءها من بلاء زوجها وصبرها من صبره، ومحنتها تماثل محنة النبي، فاستعادت نفسها كما لو كانت ليا وهي شابة صغيرة. بسم الله الرحمن الرحيم.
واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. ومش بس كده، سيدنا أيوب كان له حقلين اللي كانوا في أول كلامنا دول، حقل قمح وحقل شعير، فبعث الله سحبتين، فلما كانت إحداهما على حقل القمح أفرغت فيه الذهب حتى فاض، وأفرغت الأخرى على حقل الشعير الورق حتى فاض. فعاد أيوب إلى حوران مع زوجته كما لو كانا منتصرين، بل هم صابرين، وتناسلا فأنجبا الولد والعوض الوفير، واجتمع شمل وزوجته بأولاده أجمعين في الجنة. استنى حلقة بكرة عن سيدنا يونس عليه السلام، وما تنساش تتابع مسلسل كل يوم نبي، كل يوم عندنا في القناة قصص الأنبياء وسرد مفصل وبسيط وكأنك بتسمعها لأول مرة.